الغزالات ديالي اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم ماسك مؤشر من اروع ما يكون الناس اللي كتعاني من الكلف والنمش التصبغات، من اروع ما يكون. غديريه لمده 21 يوم وغترجعي تشكريني وترحمي ليا الوالدين. انا ما غنقولش لك من اول استعمال لان الكلف والنمش خاصو المداومه، تبعيه 21 يوم ورجعي خلي التعليق ديالك. وإلا كانتي بشرتك ما فيها حتى شي حاجه وبغيتي نضاره واشراقه، ديري هذا الماسك هذا ديال فيوما مره واحده في الاسبوع. اهلا الغزالات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. الوصفه ديال اليوم اللي غنبارطاجي معكم ان شاء الله وصفه ناجحه ومجربه، طلبوها مني العديد من الاخوات وكنت كناجلها لهم. علاش كناجلها لهم؟ لان بحال هاد الوصفات هادو كيداروا في فصل الشتاء، الناس اللي كتعاني من الكلف التصبغات اثار ديال الشمس وخصوصا النمش، الناس اللي كتعاني من النمش هاد الوصفه هادي رائعه لهم. هذاك الشيء علاش كنت كناجلها، كانوا البنات كيطلبوني في الكومونتير وكنقول لهم واخا وما كننزلش لهم الوصفه. علاش؟ لانه كان فصل الصيف وكانت الحراره، وبحال هاد الوصفات هادو كيداروا في فصل الشتاء. وصفات ديال النمش والكلف التصبغات اثار الشمس كيداروا البنات في فصل الشتاء، خصوصا الكلف والنمش. انا كنأكد اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم وصفه ناجحه ومجربه، وربي شاهد عليا راه كنجيب لكم وصفات ناجحه ومجربه. بالنسبه للاخوات اللي غيقولوا لي راه حنا متبعين الوصفه اللي حطيتي قبل، كنقول لك خليك في هذيك الوصفه. علاش كنقول لك خليك في هذيك الوصفه؟ لانها حتى هي ناجحه. راه مستحيل وابدا انني نشارك معكم شي وصفه ما مجرباش اولا ما ناجحاش ونقول لكم سيروا ديروها. عوض ما تقولوا لي الله يرحم لك الوالدين، تقولوا لي الله ياخذ فيك الحق، وانا عندي رحمه الوالدين حسن لي من كل شيء وربي شاهد عليا. الوصفه ديال اليوم وصفه ناجحه، جربيها لمده 21 يوم عاد باش حكمي. ما ديريش الوصفه نهار او يومين وتقولي ما دارت لي والو، لان هذا راه الكلف والنمش. عندك الكلف والنمش ووصفات التجاعيد هادو كيبغيو المداومه، اما وصفات ازاله اثار ديال الشمس او التبييض او لا، هادوك راه في اول استعمال غتحصلي على واحد النتيجه. ولاني هاد الوصفات اللي كيكونوا ديال الكلف التصبغات النمش التجاعيد كيبغيو المداومه، باش نكونوا واقعيين ونكونوا صريحين مع بعضياتنا. فهمتوني البنات؟ المهم الغزالات ديالي بلا ما نطول عليكم، غنشارك معكم مؤشر وماسك روعه روعه البنات روعه، غديروه غترجعوا تشكروني وترحموا ليا الوالدين. خليكم معايا ومرحبا بكم عندي. بالنسبه للمؤشر ديال اليوم ان شاء الله اللي غنشارك معكم، غنحتاجوا صابونه دوف، غتاخديها وغتحكيها في الحكاك الرائعه تقريبا جهد معلقه اللي تكون كبيره اللي غتكفاك في البشره ديالتك. المهم انا بالنسبه لي صابون دوف كيعجبني، كيوحد اللون وفي واحد الماده مرطبه وفي نفس الوقت كينظف وكيفتح البشره. صافي وغنزيدو عليه واحد جوج معالق ديال الماء الورد اللي كيعطي حتى هو تعر طيب وكيعاد الافراز ديال الزيوت في البشره. وإلا عندكم الحساسيه ديروا ماء الخيار، حنا ضفنا جوج معالق ديال الماء الورد، وغنضيفوا ملعقه كبيره من السكر حبيبات اللي زوين حتى هو كيحيد الخلايا الميته الاوساخ، كيعطي نضاره للبشره وكيدور لنا الدوره الدمويه في الوجه ديالتنا. ملي كتخلطوا هذا المؤشر ما تخليوش كيف كتخلطوه ديك الساعه كتمشيو كتطبقوا على وجهكم قبل ما يذوب السكر، فهمتوني؟ لان السكر هو اللي غيحيد لنا ديك القشره الميته اللي كتكون عندنا في البشره ديالتنا وغيقشر لنا الوجه ديالنا. بالنسبه لهذا المؤشر البنات، مؤشر مكوناته سهله وبسيطه، وانما النتيجه ديالته رائعه، كيعطيكم واحد الترطيب وواحد التفتيح زوين. غير اللي ما فكش الكلاف ولا ما عندكش النمش والتصبغات، حاولي ديري هذا المؤشر غير جوج مرات في الاسبوع وشوفي البشره ديالتك كيفاش غتولي. غتولي البشره ديالتك رائعه، فيها واحد الملمس زوين وواحد الرطوبيه غزاله. المهم غزاله ديالي، من بعد ما غنقشر البشره ديالتي اشنو غندير؟ غنغسل وجهي بالماء يكون دافي ماشي الماء بارد. علاش؟ باش هكا ان شاء الله ملي غتطبقي الماسك على البشره ديالتك يكونوا المسام مفتوحين، فهمتوني؟ ويستعب لينا الماسك. ونصيحه اخرى للبنات، بالنسبه دابا حنا في فصل الشتاء كنساو نشربوا الماء، وكيجينا داك الاقشور في البشره ديالتنا لان البشره كتكون كتنشف من الماء. من الاحسن خليوه قرعه حداكم وبقاو تفكروا الماء وتشربوه، باش هكا البشره ما تجفش وما يجيكمش تجاعيد مبكره وما تكونش عندكم بشره شاحبه. الماء مهم بزاف، كيحيد لكم السموم من الجسم. ودابا ان شاء الله غنشارك معكم الماسك للبنات اللي كيعانيوا من النمش والكلف والتصبغات. غناخذوا حبوب الهل اولا حبهان اولا عله اللي كتحسن الدوره الدمويه في الجلد، كيحيد السموم من البشره، كيفتح البشره وكينظفها وكيخلصك من الاوساخ ومقاوم للشيخوخه. وغناخذوا حبوب الدخن اولا البشنه اولا ايلان، هذا هو الشكل ديالو، كيعزز الكولاجين في البشره، كيخلي البشره مشدوده، كياخر علامه التقدم في السن، كيعطي واحد الاضاءه رائعه للبشره.
صافي اهو شوفوا الشكل ديالو كيفاش داير، فيه واحد الفيتامين اللي بمثابه واعي الشمس طبيعي، وكيحمي البشره من التلف وكيغذيها وكيرطبها، زوين بزاف وكيحيد التصبغات والبقع الداكنه. غتاخدي واحد المعيلقه كبيره وغتضيفي عليها تقريبا واحد الخمسة الحبات ديال الهيل، ولا بغيتي تضاعفي الكميه ضاعفي كل معيلقه ديال حبوب الدخن او الانلال، الا كتضيفي عليها خمسة الحبات ديال الهيل. الهيل راه زوين، راه كيحيد السموم من الجسم، عظيمه هاد العشبه بزاف بزاف. ممكن تضاعفي المقادير وتطحنيهم وتحتفظي بهم هكا ناشفين، وتبقاي غير تاخديهم وتخلطيهم. هاد الوصفه هادي وصفه ناجحه، جربيها ورجعي رحمي ليا الوالدين على هاد الوصفه، جربيها لمده 21 يوم. الا عندك نلمش كلف تصبغات غتودعيها بصفه نهائيه. وبالنسبه للنساء اللي كتكون مرضعات، راه زوين ليهم حبوب الدخن او الايلان، راه كيدير لهم الحليب في الصدر ديالهم. وبالنسبه اللي عندهم هشاشه العظام حتى هو زوين، ديروا غا مع كويس ديال الحليب. صافي غناخذوا الفجل، هي الفجل اللي يكون عادي الرومي، هي الفجل الطويل، غتاخدي وغتحكيه في الحكاكه صافي، وغتاخدي الماء ديالو. الفجل زوين بزاف، كيحيد لك كاع دوك التصبغات اللي كتكون عندك في البشره. ولا عندك اثار ديال الشمس، ولا عندك الكلف، ولا عندك النمش، ماء الفجل ممتاز ليهم. غتاخديه غتصفيه تقريبا واحد المعلقه كبيره اللي غنحتاجو من ماء الفجل. وهاد الوصفه هذه كدار في فتره المساء. علاش فتره المساء؟ لان ملي ديري الترطيب للبشره تستافد منه البشره، وملي كديري هاد الماسكات في فتره المساء ما كتعاوديش تخرجي للشمس، يعني البشره ما كتعرضش للشمس. صافي وغنضيفوا على واحد المعلقه ديال زبادي طبيعي اللي ممتاز، كيرطب الجلد وكيفتح البشره. والماء ديال الفجل راه كيعالج حرق الشمس، الكلف، البقع الداكنه، كيعزز انتاج الكولاجين، كيمنع تشكل التجاعيد وعلامات التقدم في السن، مطهر طبيعي، وكيساهم كيساعد في علاج مختلف مشاكل البشره بحال الكلف العميق، النمش، وفي نفس الوقت كيبيضك. هاد الماسك البنات عنده واحد القدره رهيبه على تفتيح اللون ديال البشره، وكيخلصك من البقع السمراء والكلف والنمش. غير داوموا عليه لمده 21 يوم ورجعوا خليوا لي التعليقات ديالكم. وبالنسبه للبنات اللي كيجيهم الكلف، كيكون ما كيكونوش يعني ما عندهمش الكلف ديال الولاده، كيكون من خلل في الهرمونات، خاصه الا كنتي كتعاني من الغده الدرقيه، او لا كنتي مزوجه كيجيك من في مرحله الحمل حبوب منع الحمل، كيجي من الاجهاد، من التوتر، من المكياج اللي كيكون انواع ديالو رخيص، من الصابون اللي كيكون حتى هو النوع ديالو رخيص. كاين عوامل كتاثر على البشره كتسبب في ظهور الكلف، بحال التعرض المفرط للشمس اللي كتخلي الجسم كيفرز واحد الكميه كبيره من صبغه الميلانين. الكلف كيجي في مناطق معينه بحال الجبهه، الذقن، الخدود العلويه، فوق الشفاه. هذا هو الكلف البنات، كيجيك على واحد الطبقه تصيب واحد الطبقه اللون ديالها كيكون بني. صافي الغزالات ديالي بالنسبه للماسك كتخلي ما بين 20 حتى 25 دقيقه، وكتغسليه بالماء دافي، وكتعاوديه وجهك بالماء يكون بارد مزيان مزيان. هذا الماسك كنقولها وكناكدها البنات، داوموا عليه لمده 21 يوم. الا عندك كلف نمش غترجعي تشكريني وترحمي ليا الوالدين. والا ما عندكش ديري غير مره في الاسبوع، راه كيصفي البشره وكيحيد لك كاع دوك التصبغات وكيعطيك اضاءه للبشره. من بعد البنات ضروري من ترطيب البشره كتاخدي اي كريم مرطب، كتضيفي ليه ملعقه كبيره من زيت اللوز الحلو، وكتبقاي ترطبي به وجهك بالليل، كترطبي وكديري شويه مساج للبشره باش هكا كدور الدوره الدمويه وكتاخري التجاعيد مبكره. فهمتوني يا البنات؟ هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى من الله انكم تبارطاجيوها باش تعم الفائده، باش البنات اللي كيكون عندهم نفس المشكل ان شاء الله يديروا الوصفه، ويكون الاجر ليا وليكم طبعا. وشكرا بزاف لكم على المشاهده، وخليكم معايا، ومرحبا بكم عندي والف مرحبا. ديري بالنسبه للماسك غديروه ثلاثه المرات في الاسبوع، وبالنسبه للمقشر غديروه جوج مرات في الاسبوع. فهمتوني البنات؟ يعني الماسك غديري نهار ونهار لا، ولا بقات لك شي حاجه من الماسك احتفظي بها في شعلبه هكا تكون محكمه الاغلاق، وديرها في الثلاجه لتحت للمره الجايه، ما كيخسر ما حتى شي حاجه صافي. وبالنسبه للبنات اللي البشره ديالتهم ما كتفاعلش مع الماسكات، يعني واخا كدير الماسك وما كيبان لها بحال ما دايره والو، مسحي وجهك يا اما بماء البابونج يا اما بماء المعدنوس، مسحي به البشره ديالتك، ديري واحد البخاخ وبقاي هكا ترشي على وجهك ومسحي وجهك، وحيدي السموم من الجسم، يعني ديري واحد المشروب اللي كيحيد السموم من الجسم.
ممغزله ديالي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى من الله انكم تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده ويكون الاجر ليا وليكم طبعا. وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده، ومع السلامه. وبوسه كبيره ليكم، وشكرا لكم كاملين على التعليق اللي كتخليو ليا. شكرا لكم بزاف بزاف، ومع السلامه.